والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن الآن في استقبال عشر مباركة عشر فاضلة ألا وهي عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة هي التي أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها والفجر وليال عشر والشفع والوتر حسبك أن الله جل وعلا أقسم بها وهو جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم روى الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر فهذه العشر من شعائر الله مما يدل على فضلها وفضل العمل الصالح فيها ولا شك ان تعظيم الازمنه الفاضله من تعظيم شعائر الله تعالى وذلك دليل على التقوى كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الشعائر تكون زمانيه وتكون مكانيه فالشعائر الزمانيه مثل عشر الحجه وعشر الحجه زمن عظيم اجتمع فيه الحج والعمره والاضحيه وغيرها من الاعمال الصالحه فانها في هذا الزمن العظيم افضل من مثلها في غيره كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين شان هذه العشر المباركه فالصحابه رضي الله عنهم استعظموا ذلك قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا فضل عظيم لهذه العشر فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد بأداء النوافل باب أولى أن الأجور في هذه العشر مباركة لأن الله اهتم بها ولفت الانظار اليها في كتابه الكريم، الواجب على المسلم ان يلتفت لهذه العشر وان يهتم بها وان يقدم لنفسه عملا صالحا، لان العمل فيها مضاعف اكثر من مضاعفته في غيرها. فلنستغل هذه الفرصه العظيمه بالاكثار من الاعمال الصالحه في هذه العشر المباركه من نوافل الصلاه والصيام وقراءه القران والذكر والتكبير وبر الوالدين وصله الارحام والاحسان الى الناس واطعام الطعام وسقي الماء وغير ذلك من الاعمال الصالحه المامور بها فانها في هذا الزمن العظيم افضل من مثلها في غيره. نسال الله الكريم أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لاغتنام هذه العشر بالعمل الصالح والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر